بعد مرحلة تركيب عربات الترامواي، مجمع سيتال يدخل مرحلة إدماج شركات المناولة المحلية بنسبة تفوق 30% مقابل تحديات مستقبلية لرفع نسب الإدماج. 30% هذه كانت في لي كونترا كادر، سيتادير اون اونوري لي كونترا كادر. ثاني سيتال راهي تعمل مجهود كبير مع المناولين الجزائريين، بحيث انها تروح عند المناول الجزائري من اجل التطوير، من اجل سيتادير لومولوغاسيون، حنا كنا نقول لومولوغاسيون باش يكون هو عنده نفس لاكاليتي. القدس للزجاج ويولا الجزائر هي ابرز شركات المناولة الشريكة في عملية التصنيع رفقة سيتال بيد عاملة جزائرية ومواد أولية محلية. يعني في المناولة لشركة سيتال تقوم بإنتاج منتوج وطني محلي بكفاءة جزائرية 100%، وهو متمثل يعني في الكوابل الكهربائية واللي كوفر إلكتريك دو كوموند. يعني نجاح مجمع سيتال لعربات الترامواي في دفع عجلة المناولة المحلية مؤشر قوي يؤكد نجاعة شراكة ثنائية بين فيروفيال عنابة والشركة الفرنسية ألستوم.